ما اعرفش. مش احنا قلنا ان الصالح نجم بن ايوب توفى اثناء ما هو كان بيحارب الصليبيين؟ ايوه توفى. طب هل لما توفى مين هيمسك مكانه؟ اللي هتكمل الكفاح هي زوجته شجرة الدر، وابنه اسمه ايه؟ ابنه اسمه توران شاه، ابن الصالح نجم الدين. توران شاه. يبقى شجرة الدر اكملت شجرة الدر، وابنه توران شاه الحرب ضد مين؟ ضد الصليبيين. طيب يلا يا عادل. انتهت من دولة أيوبية على يد أمراء فاطميين لأمراء المماليك. طبعا انتهت الدولة الأيوبية على يد أمراء المماليك، المماليك هم اللي دبروا المؤامرة لقتل توران شاه، وكده سقطت الدولة الأيوبية، انتهت الدولة الأيوبية ولم يتبقى سوى مين؟ المماليك. تمام. مستر، أنا عندي سؤال. قول اسأل. هي السنة الهجرية بكام يوم؟ السنة السنة الهجرية الهجرية. متأخرة أوي عن السنة بص بص الميلادية. بص 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 أقول لك على حاجة، أقول لك على حاجة. هي متأخرة في عدد أيام بتختلف من سنة لسنة. يعني أقول لك على حاجة، إحنا كمان كمسلمين، إمتى رمضان يجي مرتين في السنة؟ لما يجي في شهر 12 وشهر 1. طيب بعد كل قد إيه؟ بعد كل 32 سنة. يعني كل 32 سنة رمضان بيجي مرتين في السنة، يجي في شهر 12 صح، وبيجي في شهر 1.2030 صح؟ إيه؟ هتحصل سنة 2030 صح؟ لا ما مش عارف، بس هو كل 32 سنة رمضان بيجي مرتين في السنة، علشان السنة الهجرية طبعا أقل من السنة الإيه؟ الميلادية. نور انت معني؟ هو النت بيخرجك كتير، معلش بس ممكن تحل معايا السؤال الاولاني. يقول لك تولى مين رايه الجهاد ضد الصليبيين بعد مقتل عماد الدين الزنكي؟ بعد ما اتقتل عماد الدين الزنكي، مين اللي هيجاهد قدام الصليبيين ومين هيستكمل الحرب ضد الصليبيين؟ صلاح الدين. لا، صلاح الدين لا، عماد الدين كان عنده ولد هيكمل بعديه، ابن نور عماد الدين. الدين. طبعا هو نور الدين محمود، صح، هو نور الدين محمود هو اللي هيكمل راية الجهاد ضد الصليبيين. تمام يلا يا عادل. تمام. سؤال، أول من حمل أول من حمل رأيت الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين بعد تأسيس إماراتهم بالشرق. كان عماد الدين زنكي. طبعا هو عماد الدين الزنكي، واسترد منهم إمارة الرهب. محمد تامر نعم يا مستر. بيقول لك صاحب الشخصية التي تعبر عنها الصورة التي أمامك، يعني صاحب الشخصية التي أمامك عمل على توحيد البلاد الإسلامية وقد تشابه مع مين؟ يعني بيقول لك إن صلاح الدين عمل على توحيد البلاد الإسلامية، مين قبل صلاح الدين برضو كان بيوحد بلاد المسلمين؟ نور الدين محمود. مين؟ نور الدين محمود. تمام، نور الدين محمود يا مستر عمل على توحيد البلاد الايه؟ الإسلامية. تمام يلا يا عادل. بدأت تحول موقف المسلمين الدفاع هجوم ضد الصليبيين أولا فيه. أول مرة المسلمين يدافعوا هم اللي يهاجموا، تحول موقف المسلمين من الدفاع إلى الهجوم. كان فين في إيه أول حاجة استرديناها من الصليبيين؟ أول حاجة رجعناها من يد الصليبيين. عمالة الرهب؟
يا مستر. جروب ايه؟ مرض الرهة. الرها. يبقى نختار مين؟ يبقى نختار شمال العراق. خلي بالك تمام. الحملة الصليبية الأولى، الحملة الصليبية الأولى قدروا يسيطروا على 3 إمارات، الرها وكمان أنطاكيا وطرابلس. دول ال3 إمارات اللي خدوهم. إحنا أول حتة استرديناها، أول منطقة استرديناها هي إمارة الرها. إذا يبقى أول مرة يتحول موقف المسلمين من الدفاع إلى الهجوم، إحنا اللي بنهاجم، كان في شمال العراق. يلا يا محمد. تمام يا مستر. بيقول لك ارتبط مجيء حاجة يا مستر. الحملة الصليبية الثانية اللي تصدى ليها نور الدين محمود. ارتبط مجيء الحملة الصليبية الثانية باسترداد المسلمين لبيت المقدس، صح؟ لا غلط، دي الحملة الصليبية الثالثة. دي الحملة الصليبية الثالثة بعتوها لما المسلمين استردوا بيت المقدس. لكن الحملة الصليبية الثانية، الحملة الصليبية الثانية مستر محمد الصليبية الثانية لاسترداد أنطاكيا، صح؟ سامعني؟ ايوه سامعك. هتختار أني واحدة؟ أنطاكيا. ولا أنطاكيا؟ طبعا هتكون الإجابة الرها. لما المسلمين استردوا الرها، لما المسلمين رجعوا إمارة الرها، بدأت تيجي الحملة الصليبية الإيه؟ التانية. يلا يا عادل. الهبط عند المقدرة بقى طبقها مؤسس الدولة الأجنبية مع ملك بيت المقدس. طبعا مع ملك بيت المقدس، لان هو عفى عنه، عفى عنه، ما رضيش يعمل له حاجه، هو بس قتل ارناط. يعني صلاح الدين الايوبي يا مستر عفى عن الناس كلها الا ارناط. ليه؟ بسبب ما فعله مع الحجاج المسلمين، لان هو كان بيقتل الحجاج المسلمين وبيسرق الحجاج المسلمين. يلا يا محمد، ركز يا محمد في السؤال ده. تمام. بيقول لك قرر ريتشارد قلب الأب عقد صلح الرملة مع صلاح الدين بسبب إيه؟ يعني إيه اللي خلى ريتشارد يوافق على الصلح، يعمل صلح؟ التفوق العسكري لصلاح الدين الأيوبي. طبعا هو التفوق العسكري لصلاح الدين الأيوبي، لأن هو عجز عن قتال صلاح الدين، دخل معاه أكتر من معركة ومعرفش ينتصر على صلاح الدين. تمام يلا يا عادل. تمام. ثمانية. بيقول لك خاض بمفرده الحرب ضد صلاح الدين الأيوبي وفشل في استرداد بيت المقدس. خاض بمفرده لوحده، الورد شورت كان أسد إنجلترا. اللي هو ملك إنجلترا. طبعا ملك إنجلترا مستر هو اللي دخل حرب لوحده قدام صلاح الدين الأيوبي. يلا محمد التامر. أيوة مستر. عقد صلح الرملة بين صلاح الدين الأيوبي وملك وملك إنجلترا. وملك إنجلترا. تمام، اللي هو ريتشارد. اوكي يلا يا عادل. توفى صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق في سوريا. توفى صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق في سوريا. اوكي، طب ما تصلوا على النبي، تيجوا نلعب؟ نلعب لعبة. صنع بيها مستر. أنا هوريك قلنا اللعب لعبة. في حل الوقت. إيه؟ أنا بقول فين اللعب في حل الوقت، في حل الأسئلة يعني، أنت بتسألنا وبنجاوب.
لا تعال نلعب شوي، سيبك من الأسئلة. يا سنتين بأرقام نقطة صح؟ خلاص بقى، ما تغششوش بقى. تلعب ايه؟ هنبدأ بمين؟ هنبدأ بنور. اوكي، نور سامعني؟ طيب نبدأ بمحمد تام. تمام يا مستر. يلا، بيقول لك محمد تامر: من المشاكل الناتجة عن زحف الرمال مشكلتين. طبعا خدنا في الدرس الأولاني بعض المشاكل اللي بتقابل الزراعة. مشكلة زحف الرمال صح. زحف الرمال، طبعا زحف الرمال تؤدي إلى التصحر. إجابة صحيحة، كويس. العدل تمام. يسألك سؤال هنا يا عادل، بيقول لك: إيه هي أولى الدول المستقلة في مصر؟ يعني أول دولة قدرت تستقل بمصر؟ بالطولونية طبعا هتكون هي الدولة الطولونية. تمام، إجابة صحيحة. يلا يا محمد. تمام يا مستر. سؤال يعني قوي شوية، يقول لك: زال نفوذ الدولة العباسية عن مصر بعد هزيمة مين؟ زال نفوذ الدولة العباسية، خلاص أصبحت الدولة العباسية ملهاش أي سيطرة على مصر بعد هزيمة مين؟ بعد هزيمة زال نفوذ الدولة العباسية بعد هزيمة الإخشيد، صح؟ الله ينور عليك، صح، بعد هزيمة الإخشيد. تمام، ممتاز جدا يا محمد، يعني الجزء القديم كويس فيه. يلا دولك، من المصائد البحرية في الوطن العربي، مصائد بحيرية في الوطن العربي. بحيرة قارون، بحيرة قارون، ما تنفعش معاك البحر المتوسط؟ وبحيرين في البحرين. الله ينور عليك، الله أكبر. يلا محمد، تمام يا مستر. بقول لك: بأفعاله كتب على نفسه العار. بأفعاله بأفعاله كتب على نفسه العار. المستعصم شاور. شاور. طب انت فاكر شاور استعان بمين؟ يعني يمكن استعان. شاور ده استعان بنور الدين محمود، لكن اللي ايوه، كتب على نفسه العار هو ضرغام. درغام. طب ليه ضرغام؟ لأن ضرغام استعان بالصليبيين، ضرغام استعان بالصليبيين، فده عار. قال انه اللي هو يستدعي الصلاة بين يستعين الصلاة. بالصليبيين. السؤال كده عقبال ما عادل يخش. تمام، ماشي. أهم العوامل البشرية، أهم العوامل البشرية لقيام الزراعة، علشان أنت تقوم الزراعة وزراعة تزدهر عندك، عوامل بشرية أهم واحدة فيهم إيه؟ رأس المال. طبعا هي رأس المال. تمام، ممتاز جدا. طيب بقول لك: أولى الدول في زراعة التمور في الوطن العربي، أكتر دولة في الوطن العربي بتقوم بزراعة التمور. تمام يا مستر.
العراق. العراق، تمام. العراق هي أكتر واحدة بتزرع تمور. طبعا أنت عندك العراق رقم واحد في حاجتين في المنهج، إيه وإيه؟ العراق رقم واحد في التمور، والعراق رقم واحد في الكبريت. العراق بتيجي في المرتبة الأولى في إنتاج التمور، وبتكون رقم واحد في الكبريت. هو الكبريت بيتزرع؟ لا مش بيزرع، الكبريت ده نفس المعادن ومصادر الطاقة. بيقول لك عدد خلفاء الدولة العباسية، عدد خلفاء الدولة العباسية كانوا كام خليفة؟ 37. 37 خليفة. أمال كم عدد خلفاء الدولة الأموية؟ كان عندك خلفاء ده؟ ما اعرفش. 14. كان عدد خلفاء الدولة الأموية 14. لا ممتاز، كويس، ماشي. ماشي. بيقول لك أكثر الحيوانات التي تربى في الوطن العربي، أكثر حيوان بيتم تربيته في الوطن العربي. أكتر حيوان، أكتر حيوان الأغنام. الأغنام. طب ليه بقى الأغنام؟ حاضر. لأنها أكثر الحيوانات، لأنها من أكثر الحيوانات انتشارا في الصحاري. ماشي. أو ممكن تقول بسبب فقر المراعي، طبعا علشان المراعي في الوطن العربي ضعيفة وقليلة، فأكتر حيوانات تقدر تربيها هي الإيه؟ الأغنام. تمام. بيقول لك أولى الدول في زراعة الموالح في الوطن العربي، يعني أكتر دولة قامت بزراعة الموالح في الوطن العربي. نعم يا مستر. أولى الدول أكثر دولة في زراعة الموالح في الوطن العربي. فلسطين. فلسطين، تمام. والوطن العربي بيحتوي على 10% من الموالح في العالم. كان لمعاوية بن أبي سفيان خبرة سياسية قبل التوحيد، فكان والي الشام ولا العراق ولا الكوفة ولا مصر؟ كان المعاوية خبرة تانية. والي الكوفة. والي الكوفة، يعني هو كان والي الكوفة قبل ما يكون خليفة المسلمين؟ كان والي، لا لا، هو كان والي الشام. طبعا هو كان والي الشام. طبعا معاوية ابن أبي سفيان قبل ما يكون خليفة للمسلمين هو كان أحد كتاب الوحي. طبعا معاوية ده كان أحد كتاب الوحي، كان بيكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، شارك في حروب الردة، الحروب بتاعت أبو بكر اللي هم المرتدين، وكمان الراجل ده يا مستر كان والي منطقة الشام. بيقول لك في عهده اتسعت الدولة الأموية لأقصى اتساع لها. اتساعات الدولة الأموية لأقصى اتساع لها. لأقصى اتساع لها في عهد مين؟ الوليد بن عبد الملك وابن مروان. الوليد بن عبد الملك بن مروان، صح. في عهده وصلت الدولة الأموية لأقصى اتساع لها. بيقول لك قائد القوات العباسية هو اللي كان ماسك الجيش العباسي ونجح دعوة العباسيين. نجح دعوة العباسيين وكان مسك القوات العباسية. أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور. هي غلط، مش أبو جعفر المنصور. هارون.
ولا هارون الرشيد أبو عباس. ولا أبو العباس، هو أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني هو اللي قاد الدعوة العباسية، وهو اللي كان معاه الجيش بتاع العباسيين، هو كان قائد جيش العباسيين، وهو اللي انتصر على الأمويين وقاد على الدولة الأموية. تمام يا مستر، بس انا ما كنتش فاكر، ان اسم ان الولي ان انه كان موجود في الدرس. لا ده فاهم كان التعليم؟ موجود، لا ده كان موجود في نهاية درس الدولة الأموية. مش قال لك في درس الدولة الأموية، مش قال لك من أسباب سقوط الدولة الأموية هو دعوة الدولة العباسية بقيادة أبو مسلم الخراساني؟ يعني اللي كان بيقود الدولة العباسية هو أبو مسلم الخراساني، واللي دخل معركة ضد الأمويين هو أبو مسلم الخراساني، فهو كان قائد الجيوش وهو اللي كان بيدعو للدولة العباسية. تمام، يقول لك جميل جدا. قام بتعريب الدواوين، يعني خلى الدواوين تكتب باللغة العربية. مستر، بقول لك، هو كان في عصر أي دولة؟ الدولة الأموية ولا العباسية ولا لا في عهد الدولة الأموية. عهد الدولة الأموية؟ عمر ابن عبد العزيز، صح؟ عمر، لا مش عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان اللقب بتاعه خامس الخلفاء الراشدين. خمس الخلفاء، يبقى عبد الملك بن مروان. طبعا هو عبد الملك ابن مروان. تمام. أولى الدولة العربية في تربية الإبل، أكتر دولة بتقوم بتربية الإبل اللي هي الجمال. أكتر دولة بتقوم بتربية الإبل؟ السعودية، صح؟ الله ينور عليك. لا غلط. مستر، هو قول. احنا هناخد واجب؟ هناخد واجب، هناخد تكملة الدرس واجب، اللي هي صفحة، هقول لك صفحات دلوقتي. تمام. تمام. أولى الدول العربية في تربية الإبل. ثماني. سامع. مين أكتر واحدة بتربي الإبل؟ مصر، السعودية، السودان، الإمارات. السعودية، لا أنا قلت متأكد؟ لك السعودية غلط. لا غلط. متأكد. لا ما تقولش غلط. تمام، يبقى الإمارات. ولا الإمارات، السودان يا سيدي. السودان. على فكرة أكتر دولة عندها تربية حيوانات هي دولة الإيه؟ السودان. أكتر دولة بتقوم بتربية الحيوانات هي دولة السودان. طيب أولى الدول العربية في تربية الحيوانات، لسه قايلينها. السودان. السودان. انت اصلا قايل الاجابه من شويه. لسه ايه؟ لا آخر خلفاء الدولة الفاطمية الأقوياء. آخر خلفاء الدولة الفاطمية الأقوياء. الفاطمية الأقوياء، الدولة الفاطمية. آخر خلفاء الدولة الفاطمية الأقوياء. المستنصر.
المستنصر بالله. تمام. برضو هنا بيسألك سؤال ويقول لك أول أعمال جوهر السقل في مصر. أول أول أعمال أعمال جوهر السقل في مصر. بناء مدينة القاهرة. بناء مدينة القاهرة. تمام. هو اللي قام ببناء مدينة القاهرة. تمام. من الدول المشهورة بسباق الهجن، في دول مشهورة جدا بسباق كده اسمه سباق الهجن، اللي هو سباق الجمال. سباق الجمال، يعني قصدك الجمال؟ طيب الجمال، هتخش سباق مع بعض يجروا كده ويشوفوا مين الجمل الأسرع. جزائر، يا لا غلط، السودان، برضه غلط، يبقى الإمارات. هي الإمارات. الإمارات والسعودية ومصر عندهم سباق كده اسمه سباق الإيه؟ الهجن، اللي هو سباق الجمال. من انت الجمل بيجري؟ من إمتى الجمل بيجري؟ ده الجمل اسمه سفن الصحراء. أكبر الدول العربية إنتاجا للأسماك، أكتر دولة في الوطن العربي بتنتج سمك. مصر. لا موريتانيا. برضه لا. المغرب. المغرب. صح. المغرب هي أكثر دول الوطن العربي إنتاجا للإيه؟ للأسماك. تمام.